المقدمة الثالثة يقول: في اختلاف القائلين بأن الله جسم، إلى أن ينتهي الكلام في المقدمة الثالثة فيقول: فهذا تمام الكلام في المقدمات وبالله التوفيق. ثم ينتقل إلى هذا، انتهى الكلام في المقدمات الثلاثة في الفصل الأول من القسم الأول. الآن ينتقل إلى الفصل الثاني. قال الفصل الثاني، أي القسم الأول الفصل الثاني، في تقرير الدلائل السمعية على أنه سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية والحيز والجهة، ويدل عليه وجوه، أنا أقول بين قوسين حجج، ويدل عليه وجوه أو حجج، يذكر عدة حجج، حجج كثيرة. لاحظ ما هو الكلام، الكلام في الفصل الثاني، في تقرير الدلائل السمعية على أنه سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية والحيز والجهة. ما هو الدليل؟ يقول: يوجد عدة وجوه، عدة أدلة، عدة حجج، ويدل عليه وجوه أو حجج. الحجة الأولى قوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إلى أن يقول الحجة الثامنة عشرة، الحديث المشهور، وهو ما روي أن عمران ابن حسين ابن الحسين قال: يا رسول الله أخبرنا عن أول الأمر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كان الله ولم يكن معه شيء. وقد دللنا، يقول الرازي، وقد دللنا مرارا كثيرا على أنه تعالى لو كان مختصا بالحيز والجهة لكان ذلك الحيز شيئا موجودا معه. يقول: لو كان الله مختصا بالحيز والجهة لكان ذلك الحيز شيئا موجودا معه، وذلك على نقيض هذا النص. النص ماذا يقول؟ يقول: كان الله ولم يكن معه شيء، ولو كان معه، ولو كان مختصا بالحيز والجهة لكان معه شيء، لكانت معه هذه الجهة أو هذا الحيز. الحجة التاسعة عشرة، يقول: روي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن يقول: واعلم أن هذه الوجوه، بعد الحجة التاسعة عشرة، يقول: واعلم أن هذه الوجوه أو الحجج التي ذكرناها بعضها قوي وبعضها ضعيف، وكيفما كان الأمر فقد ثبت أن في القرآن والأخبار دلائل كثيرة تدل على تنزيه الله تعالى عن الحيز والجهة وبالله التوفيق. لاحظ، انتهى الكلام في الفصل الثاني إلى هنا. لاحظ كيف بدأ بالفصل الثاني، عنوان الفصل الثاني قال: في تقرير الدلائل السمعية على أنه سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية والحيز والجهة، وانتهى في كلامه قال: وقد ثبت أن في القرآن والأخبار دلائل كثيرة تدل على تنزيه الله تعالى عن الحيز والجهة وبالله التوفيق. بالله عليكم اجلبوا لي مرة واحدة ابن تيمية بدأ بشيء وانتهى بنفس الشيء، عبارة عن شبكة عنكبوتية، عنده معجزة قد علم مسبقا بالشبكة العنكبوتية التي استحدثت في هذا العصر، فكانت بحوثه بين قوسين البحوث عبارة عن شبكة، عبارة عن متاهة، وأنت اذهب والتقط من هنا أو من هنا أو من هنا أو من هنا وأحكي وتبرع بأن هذا قول ابن تيمية، ويأتي الغير يقول هذا ليس بقول ابن تيمية، ويأتي ثالث يقول بقول آخر ورابع وهكذا وخامس وعاشر وإلى المئة والألف، كما هو حال التيمية وجماعة التوحيد الأسطوري. الآن هو يبطل قول الأئمة، وعندما تحتج عليهم يقول لك: قال الإمام أحمد، قال القاضي فلان، قال القاضي فلان، قال ابن فلان، قال تيمية، قال، حتى في العصر الحديث. عندما تأتي إلى علم الرجال أيضا التقاط، يعني من البداية المفروض كل تيمي إذا كان عالما، أما عندما تحدث مع الجهال هذا شيء آخر. يعني من بداية الأمر عليك أن تثبت، يعني كما يفعل في منهاج السنة، في منهاج البدعة، يعني عندما يأتي مثلا يناقش الشيعة كما هنا يناقش الجهمية، عندما يناقش الشيعة يعني يأتي بشيء يقول أبو حنيفة يقول كذا، المالك يقول كذا،
ابن حنبل يقول كذا، الشافعي يقول كذا، سفيان يقول كذا، فلان يقول كذا، زيد يقول كذا، عمرو يقول كذا، أنت ماذا تقول؟ أنت من بداية الأمر هل أنت تقول بقول وبمبنى وبنظرية وبمنهج وبمذهب أبي حنيفة حتى تكون المناظرة بين رجل حنفي وآخر شيعي، أو مالكي وشيعي، أو شافعي وشيعي، أو حنبلي وشيعي، أو تيمي وشيعي، أو حنبلي ورجل حنفي وكذا وكذا كذا. وبعد هذا نقول ما هو المناط عندك والمرجع عندك في الرجال، على أي مصدر رجالي تعتمد حتى نأخذ به، من عندك الأوثق حتى نأخذ به. إذن يجب أن نشخص في بداية الأمر ما هي المراجع التي نرجع إليها ونحتج بها، تحتج بها علي واحتج بها عليك. أما تلتقط من هذا الشخص ومن ذاك الشخص هذا نوع من الجهل ومن المغالطة ومن السفاهة، ليس بفعل ولا بقول ولا بكلام عالم. هذا هو العلم، خذ العلم من الرازي، تعلم من الرازي، هذا عالم في مقابل الجهل المطبق. إذن انتهى من الفصل الثاني. يقول الفصل الثالث أيضا، لا زال كلام القسم الأول الفصل الثالث، في إقامة الدلائل العقلية على أنه تعالى ليس بمتحيز البتة. بعدها ينتقل إلى الفصل الرابع، يقول في إقامة البراهين على أنه تعالى ليس مختصا بحيز وجهة، والجهة بمعنى أنه يصح أن يشار إليه بالحس بأنه هنا أو هناك ويدل عليه وجوه. بعدها ينتقل إلى الفصل الخامس القسم أيضا لا زال الكلام في القسم الأول. يقول القسم الأول الفصل الخامس، في حكاية الشبه العقلية في كونه تعالى مختصا بالحيز والجهة. الفصل السادس، في الرد على الكرامية القائلين بأنه تعالى جسم، بمعنى كونه تعالى غنيا عن المحل قائما بالنفس. إذن ينتهي الكلام في القسم الأول، وقلنا فيه فصول أول وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس. بعد هذا ينتقل إلى القسم الثاني، في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات. لاحظ كيف الكلام مرتب، لأنه عالم لا يريد أن يشوش فكر المقابل ويشوه فكر المقابل، لا يريد أن يتحمل ضلالة الإنسان، لا يريد أن يدلس فيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى صغيرا ذليلا يكب على وجهه في نار جهنم، لا يريد أن يفعل كما يفعل التيمية وأئمة التيمية وأئمة التوحيد الأسطوري عندما يدلسون على الناس. إذن يقول القسم الثاني، في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات أيضا عنده فصول، أذكر عناوين الفصول حتى تكون عندنا صورة واضحة ونعرف ماذا بحث الرازي في بحثه. يقول في إثبات الفصل الأول، في إثبات الصورة، هذا الفصل الأول. إذن في القسم الثاني من كتابه، في الفصل الأول في إثبات الصورة، هنا عندنا مورد البحث الذي نحن نبحثه، هذا هو مورد بحثنا في هذا الفصل، حيث ذكر هنا الرازي أخبار عديدة منها خبر ابن عباس رأيت ربي في أحسن صورة. إذن هذا الفصل الأول في إثبات الصورة، الفصل الثاني في لفظ الشخص، الثالث لفظ النفس، الرابع الصمت، الخامس اللقاء، السادس النور، السابع الحجاب، الثامن القرب، التاسع المجيء والنزول، العاشر الخروج والبروز والتجلي والظهور، الحادي عشر في الظواهر التي تهم كونه قابلا للتجزئ والتبعيض، تعالى الله عنه علوا كبيرا، الثاني عشر الفصل الثاني عشر في الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى ألهم أرجل يمشون بها، والثالث عشر في الوجه، الرابع عشر العين، الخامس عشر في النفس، السادس عشر اليد، السابع عشر في إثبات القبضة، الثامن عشر فيما تمسك به في إثبات اليدين لله عز وجل، التاسع عشر إثبات اليمين لله، والعشرون في الكف، الحادي والعشرون في الساعد، الثاني والعشرون الأصبع، الثالث والعشرون الأنامل،
الرابع والعشرون الجنب، الخامس والعشرون في الساق، السادس والعشرون الرجل والقدم، مصيبة مصائب أساطير، السابع والعشرون الضحك، الثامن والعشرون الفرح، التاسع والعشرون الحياء، الثلاثون فيما يتمسكون به في إثبات الجهة لله تعالى، الحادي والثلاثون في كلام كل في أخبار الآحاد، الثاني والثلاثون في أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها؟ عندي برهان عقلي وعندي ظاهر نقلي رواية أو آية، فكيف يكون الحال فيها؟ هذا انتهى، لاحظ إلى الفصل الثاني والثلاثين انتهى الكلام في القسم الثاني، ثم ينتقل إلى القسم الثالث في تقرير مذهب السلف، بعدها ينتقل إلى القسم الرابع من الكتاب في بقية الكلام في هذا الباب. في القسم الرابع من الكتاب في بقية الكلام في هذا الباب يقول فيه فصول، الفصل الأول في حكم ذكر هذه المتشابهات، الفصل الثاني في أن المجسم هل يوصف بأنه مشتبه أم لا، والفصل الثالث في أن من يثبت كونه تعالى جسما متحيزا مختصا بجهة معينة هل يحكم بكفره أم لا. انتهى الكتاب وانتهينا من الخطوة الأولى من هذه الأسطورة.